ايه ده؟ اف ايه القرف ده؟ القرف يا سيد. انت اهبل يالا؟ هو لسه في حد بيقرا جرايد؟ بدور في الاعلانات المبوبه عن وظيفه. مبوبه؟ ما كفايه تريقه بقى يا فخر، بدور على وظيفه عشان نعرف نرجع 6 مليون دولار. وظيفه عشان ترجع 6 مليون دولار؟ ليه طالبين حراميه يشتغلوا ولا ايه؟ ايه؟ طالبين وظيفه رجل امن بمليون دولار؟ انا شلت ازازه الريحه فين؟ يا نهار اسود. ربيتك هتهد الاوضه. ريتاش يا ريتاش. ايه؟ ريتاش. ايه؟ انت حطيتي من ازازه الريحه دي؟ ريحه يا بيئه اسمها بيرفيوم. مش وقته يا ريتاش، حطيتي ولا لا؟ كل ده عشان حطيت من البيرفيوم بتاعك؟ لا ما حطيتش. الحمد لله. اصل انا حطيت حته على ايدي كده لقيت ريحتها تقرف فرحت رميتها. ليه؟ الله يخرب بيتك، يا نهار اسود يا ريتاش، يا نهار اسود. يلا نزلت مفزوع من فوق وعمال تولول زي النسوان ليه كده؟ ريتاش حطيت من الازازه اللي فيها فيروس الزومبي. ده ايه الزومبو ده يالا؟ مصر عالم الاحياء صفوت عبد السلام في ظروف غامضه. كاميرات المراقبه تلتقط المشتبه في قتله. ايه ده؟ مش ده الجوكر بتاع باتمان؟ ايوه هو الجوكر. يبقى اكيد ده بقى اللي كان قصده عليه صفوت ان عايز ياخد منه الفيروس باي ثمن. وريني كده يابا. ايه علاقه الجوكر بزومبو بفيروس بالقصص دي كلها بقى؟ تهالي كده فخر يعني لما صفوت مرضيش يبيع للجوكر قام الجوكر قتل صفوت. يعني ايه؟ يعني هبقى زومبي يا سيد؟ انا هبقى زومبي يا سيد والنبي يا سيد ما تقوليش كده، انا مش ناقصه. اهدي يا ريتاج، ان شاء الله يكون ما بيتنقلش عن طريق الجلد، يكون بيتنقل عن طريق الدم او مكانات الحلاق. اتحلقت دقنك النهارده؟ لا. خلاص يبقى امان، ما تستخدميش مكانتي بعد كده. انت ما بتاكليش ليه يا ريتاج؟ مش قادره يا سيد، حاسه اني دايخه ومش مستحمله ريحه الاكل. طب كل حته الجبنه الرومي دي تفتح نفسك. ايه ايه؟ لا ايه ده يا ابن اللذين يا لا سيد، انت عملت كده ازاي وسط كل الدربكه اللي احنا فيها دي؟ بس برافو عليك، برافو عليك ان انت مركز في الموضوع ده. برافو اني خليتها ترجع. انت حمار يا، انت عارف انت عملت ايه؟ انت هتخليني انكل فخر. ايه ده يعني ريتاش حامل؟ يعني انت هتبقى انكل فخر وانا انكل سيد؟ انكل سيد ايه يا ابني؟ ولا اقول لك؟ اه انت هتبقى انكل سيد. انا هاخد الواد اللي هيجي ده وهربيه عشان ما يطلعش هاتيا زيك، وبعد ما يتم 21 سنه تكون انت مت بقى ان شاء الله، هبقى فاهمه ان انت خاله ومت. يا سيد يا قلبي ما فرحش من زمان يا اخي، ده الايام الحلوه رجعت تاني. سلام عليكم. اهي الايام الزباله هلت. شوف انت وهو، انا كل مره باجي عشان اخلص عليكم ارجع من غير ما اعمل حاجه، ارجع البيت اهني بنفسي اقول ايه طيبه القلب اللي فيا دي. المره دي جاي عشان حاجه واحده، اخد فلوسي يا اما اخلص عليكم. قلتوا ايه؟ هو الجرجير صبح يالا سيد؟ دوق الجبنه حلو قوي. سمعتوني ولا لا؟ عايز ايه؟ انت عايز ايه؟ انا مش فاهم. عايز 6 مليون دولار؟ مفيش فلوس، ولو دخلت من باب النادي ده تاني يا صحاوي انا هكسر رجلك. اه يخرب بيتك، ايه اللي انت بتعمله ده؟ اسكت انت خالص، مش عايز اسمع صوتك. عندك حق يا سيد، واضح ان انا زودتها معاك شويه، انا اسف. شفت؟ هي الاشكال دي كده، ما تجيش غير بضرب الجزمة. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم. ليه كده يا صحاوي؟ ليه يا أخي؟ أنت قعدت تضغط عليا تضغط لحد ما طلعت من جوايا سيد الوحش. أنا ما كنتش حابب أعمل معاك كده وأغلط فيك. أنا آسف، حقك عليا. لا 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 ما تتأسفش يا سيد، اللي اتكسر يتصلح. مصطفى خده، هنبدأ بيه الأول، وانت هستنى عليك 3 ايام، لو فلوس ما جاتش هخلص عليك انت اخر. طب ما ينفعش يا معلم، يبقى مهله اسبوع اروح اصيف وارجع اتقتل؟ إيه؟
شاهد على روحك. أرجوك. مصطفى طب ما تجيبش الباي عشان خاطري. ايه ده انتوا ما بتاكلوهاش يا سيد؟ بتاكلوهاش؟ انا لو اعرف ان الحاله وصلت للجوع ما كنتش جيت. خد خد ده الدوله بعد الاكل وده نفسين تعمل فيهم قبل الاكل. مصطفى يلا ارجع. ولا سيد دي ريتاش بقت شبه سمير الاسكندراني. ايه اللي حصل ده يا سيد؟ ها؟ اللي حصل ان انت ما رضيتيش تاكلي الجبن الرومي وكلتي مصطفى. يعني انا بقيت زومبي؟ بقيت زومبي يا سيد؟ انت شايفه ايه يا روحي؟ ها؟ ابله ريتاش معلش، هو حضرتك يعني لسه جعانه ولا ناويه تحلي بينا؟ لو ناويه تحلي انا مخبي واحد كريم كراميل في التلاجه جوه، لو مش عاجبك ممكن نجيب لك الواد كريم كراميل بتاع الامن تاكليه. طيب نص الجثه دي هنعمل فيها ايه؟ احطها لك على رز بسمتي؟ رز بسمتي ايه؟ احنا هناخده ندفنه. ندفنه فين؟ مقابر النادي هنا عند المراجيح. لا استنوا انتوا، سيبوا لنا الطلعات دي، بس انا لسه جعانه، ثانيه وجايه لكم. دي بتاكل سمنتو. طب معلش يا ابله ريتاج، ممكن بس تاكلي من غير صوت عشان بقرف؟ بس يا حاضر يا معلم. لا اله الا الله، لا اله الا الله، الله يرحمك يا مصطفى. شفت يا سيد كان واقف جوه قد البرميل، في ثانيه البني ادم بيروح. يا جماعه ما كناش دفناه، كنا حاطينه في الفريزر جوه ولما جوع اسخن واكل. ده كان فاضل فيه كتف، عايزه تسخني كتف مصطفى؟ هو كتف مصطفى ده شويه؟ انت شفته قد ايه يا فخر؟ بقول لكم ايه، انا جات لي فكره بنت جنيه. ايه؟ بما ان الجوكر كان هيموت على ازازه الفيروز، احنا ناخدها ونروح نقدمها له، هيدينا عليها ملايين الدولارات. ناخد الملايين دي نديها للسحاوي ويا دار ما دخلك شر. انت اتجننت يا فخر، انت عارف الازازه دي لو وقعت في ايد الجوكر ممكن يعمل بيها ايه؟ ده ممكن يدمر العالم. انت ما بتشوفش بيعمل ايه مع باتمان؟ لا 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 انت غلطان في دي يا سيد، احنا ما عدناش وسمعنا من الجوكر، يعني انت بتسمع دايما من باتمان. عندك حق، ما لازم نسمع من الطرفين. طب هنعمل ايه؟ واحنا برضه عمالين نهري على فكره، احنا ايش ضمننا ان الجوكر موجود في مصر؟ ايوه يا عم، ما هو قتل الراجل ده هنا في مصر، وبعدين انا بسمع اصلا ان هو جه هنا مصر مش عشان حوار الفيروس، هو جه عشان حوار تاني خالص، ولما سمع حوار الفيروس ده قعد وحاول ياخده. حوار ايه يعني؟ بيقول لك ان هو كان جاي مصر اصلا يعمل اعلان مع محمد رمضان، بس لما ما رضيش يتضرب قلشوه جابوا فاندام. اه حلو، تهت ولقيناها برضو، احنا نبيع ازازه الفيروز لمحمد رمضان. لا انت كده اتجننت خالص بقى فخر. ليه يا عم؟ ايوه ما ينفعش يا فخر، هتبيع لمحمد رمضان؟ عندك حق يا سيد، ده اول ما ياخدها يقعد يقول انا بين الزومبي ملك وهيجننا معاها. سيد انا جعت تاني. حبيبتي معلش حاولي تنامي خفيفه كده، انت حتى لو اكلتي اي بني ادم دلوقتي هيعمل لك كرش. حاولي تنامي خفيفه وانا بكره الصبح اوعدك هاخدك ونروح للدكتور نشوف الحوار ده. انا خايفه قوي يا سيد. خايفه من ايه يا ريتاش؟ انا عايز افهم انت خايفه من ايه؟ خايفة أحب موضوع أكل البني آدمين ده وأكل واحد تاني. ما تخافيش يا حبيبتي، طول ما أنا معاكي ما تخافيش. طب أوعدني يا سيد، أوعدني لو جات لي الحالة تاني تضربني وتحبسني. إيه الأفورة دي؟ الموضوع كله يعني إن أنت خفتي عليا فتعصبتي قمتي واكلاه، ما تكبريش الموضوع يعني. بس أنا الصراحة عندي استفسار بسيط. إيه؟ يعني سيبك من إن أنت كلتي بني آدم، أنت ما تقرفتيش تاكلين أي؟ عارف يا سيد طعمه زي ايه؟ ايه؟ عارف الحاجات النيه اللي طعمها حلو دي؟ زي البسطرمه لما تجيبها من الثلاجه، او السوشي. يا ريت مع البني ادم ده كان صويا صوص. والنبي يا سيد خلاص معلش انا اسف، حقك عليا والله العظيم ما كانش قصدي. والله لما تتشقلبي انت عايزاني اصحى من النوم الاقي نفسي متغمس في صويا صوص. ما تبقاش قلبك اسود بقى، خلاص يا سيد. طب وحياه ربنا لو فكتني انا مش هاكلك. هو اوبشن اصلا؟
صباح على خير يا رتاش. يا سيد يا سيد، انت مش هينفع يا سيد وتسيبني تسيبني كده يا سيد. سيد كفايه سنه بقى، عايز انام. طب وحيات امي اول ما تفك لكون واكله غصتك دي. سيد والله ما كان ليها لازمه يا سيد. معلش برضه حبيبتي نطمن، ده انا ركبي كانت بتخبط في بعض. مساء الخير. مساء الخير يا دكتور. فين العيان؟ ايوه انا العيانه. دي العيانه؟ امال انا ابقى ايه؟ يا دكتور هي المدام بس حسب اعراضها. ايه ده ايه ده ايه ده؟ هي دي المدام؟ اه. انا كان نفسي من زمان اعرف حد مناسب من السويد. اهلا وسهلا يا دكتور. اهلا اهلا اهلا. معلش بس بستعجل حضرتك شويه لان احنا ورانا مواعيد كتير جدا. لا انا هنا الدكتور وانا عارف هكشف امتى وهعمل كل حاجه امتى. لو سمحت ما تعطلنيش. اتفضل يا دكتور. تمام. لا 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 لا. ده مجنون، انت جايبني عند دكتور مجنون؟ ايه اللي بتعمله ده يا دكتور؟ بتفصلني ليه؟ مش شايفني بكشف على المريض؟ وانت كده بتكشف عليها؟ طبعا. انت ما سمعتش عن العلاج بالطاقه؟ سمعت. سمعت عن العلاج بالاعشاب؟ سمعت برضه. ده بقى العلاج بالغنى. اللي قدامك ده اتغرب كتير قوي ورحت الارجنتين عشان ادرس في معهد الطب الكونسرفتواري. ايوه بس الكونسرفتوار ده في العمرانيه مش في الارجنتين. سمحت انا هنا الدكتور وعارف. ممكن بس ما تفتش في اي حاجه انت مش عارفها؟ اتفضل يا دكتور. ممكن بس حضرتك تساعدني عشان بعت التمرج يجيب لي فوار؟ هو انت تعبان ولا ايه يا دكتور؟ لا ابدا يا سيدي، الصبح خدت دواء بالغلط فتعبت يعني. دكتور وخدت دواء غلط؟ ايه المشكله لما الدكتور ياخد دواء بالغلط يعني؟ ايوه طب حضرتك عايزني اساعدك ازاي؟ هتعمل كورس. اقول الكورس يعني اغني ورا من تحت كده تبطن بس. ماشي حاضر. الله 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 الله. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ده الودعني حلوين كده ليه؟ ولا قدو يا ناس ولا قدعني ده انس ولا جيه. انتوا بتهزروا؟ ايه اللي بتقولوه ده؟ مش بنساعدك. بتساعدني ايه؟ اسكت. ده انا بتكلم بجد، بندهش بجد. هو في ايه يا دكتور؟ في ايه؟ المدام مفيش اعصاب، مفيش مخ، مفيش ضغط. ايوه فعلا الفتره الاخيره كان عليا ضغوطات كتير قوي يا دكتور. ضغوطات ايه؟ انا بتكلم ضغط اللي هو 120 على 80 ده، عند المدام صفر على صفر. يعني ايه؟ استاذ سيد الف مبروك، المدام ماتت. ماتت ايه يا كفته؟ ما انا زي القرد قدامك اهو، في ايه؟ كفايه عند بقى يا ريتاش. معلش يا دكتور ممكن تتاكد تاني؟ حاضر يا سيدي، بس انا متاكد ان هي ماتت اهو، ماتت اهو، مش حاسه بحاجه، ماتت. ايه ده يا سيد؟ ده انت بطنك بتكركب؟ لا ارتجع بطلع من خيره. يا يا لا كفاية جعانة يا سيد، جعانة جعانة. انت كلت نصه لفين البقاش كوي يا سيد؟ طيب حاضر هلفهولك. يلا يلا حاجة مضايقك كده؟ حلو ده. ما اعرفش انا شربت الاصفر. ايه حلو ايه ده؟ انتوا بتشربوا ايه ده؟ كلوا ايد المنجنيز والله، بس حلو والله طعمها حلو يعني. وبعدين احنا قاعدين بنتسلى يا دكتور بدل ما نبقى فاضيين. بس انت الله اكبر عليك، الله اكبر، عملت زي ابو طارق بالظبط، من كشك صغير في وسط البلد لصرح علمي جبار. لا انا المعمل ده عندي من زمان، الكشك هو اللي كان حاجه على جنب كده، تمويه وتموين انت فاكر، بس هو خلاص راح لحال سبيله بعد ما البلديه جت شالته. طب ما كفايه رغي بقى ونشوف العيانه. ايوه صح، قولي اه كده يا ريتاج. اه بس خلاص. على فكره يا سيد انا عاتب عليك جدا، يعني ايه المدام تبقى زومبي وتاخدها من ايدها وتوديها عند دكتور غريب؟ في ايه يا راجل؟ مش انا دكتور العائله ولا ايه؟ ولا انت غاوي مصاريف؟ ولا هو الشيخ البعيد سره باتع؟ ما كفايه عتاب بقى يا دكتور وتشوف العيانه. قولي اه كده يا ماما. اه بس خلاص. قولي لي يا ريتاج، انتوا في حد في عيلتكم كان زومبي؟ يعني عم، خال، عمه؟ اصل ممكن يبقى وراثي على فكره. لا ما عندناش، بس اسمع ان اخت جدتي هي الست اللي كلت دراع جوزها. يبقى وراثي. انتوا بتنيلوا ايه؟ معلش يا دكتور معلش، انا بس كل اللي شغلني في الموضوع حتى تلاقيني مش مركز قوي. انا ما اعرفش الزومبي ده الا من البلاي ستيشن. ايوه وانا برضو معلوماتي قليله جدا عنه. الزومبي ده يا جماعه هو اللي بياكل لحم البني ادمين ني.
اصل انا كان بيحصل لي حوار كده وانا صغير يا دكتور، فخوفني الصراحه. يعني انا وانا صغير كنت باكل كفته الرز وهي مقليه قبل ما تتحط في الصلصه، فهل يا ترى كده انا زومبي ولا كفتي؟ لا تبقى طفص، حد ياكل الكفته نيه قبل ما تتحط في الصلصه؟ ما علينا، خلينا في المصيبه اللي احنا فيها دي.